أشاد مواطنون من مختلف مكونات وقوميات كركوك بدور الدكتور نجم الدين كريم في تعزيز وتقوية أواصر ومبادئ التعايش الأخوي بين مكونات المحافظة وغرس قيم المحبة والتسامح بين شرائح كركوك. يشار خالد وتفاصيله. أكد مواطنون من مختلف القوميات في كركوك أن العلاقات الأخوية والتعايش السلمي بين مكونات كركوك قد تعمقت بشكل أفضل عقب تسلم الدكتور نجم الدين كريم منصب محافظ كركوك قبل 3 سنوات. العلاقات الأخوية متماسكة بين القوميات في كركوك، كلنا نعيش بأخوة، وخاصة بعد تسلم دكتور نجم الدين كريم منصب محافظ تعمقت هذه العلاقات بصورة كثيرة بين العربي والكردي والتركمان. برأتي بين مانا بين كرد وعرب وتركمان. العلاقة الأخوية بين الكرد والعرب والتركمان في كركوك بأفضل حال، وخاصة بعد تسلم الدكتور نجم الدين كريم منصب المحافظ لا توجد أي خلافات بين القوميات في كركوك. المواطنون أشادوا بعمق العلاقة والترابط الأخوي بين المكونات، متمنين أن يعم الخير والأمان كركوك وأهلها. طبعا يعني özbi olduğu kardeşlik orta yerinde Kerkük'ten Türkmen'den Arap'tan Kürt'ten. العلاقات الأخوية موجودة بين القوميات في كركوك منذ الأزل، وأراد البعض زرع الفتنة بعد عام 2003 بين مكونات كركوك ولم تجدي نفعا بسبب الترابط الأخوي الموجود. وقد تعمقت هذه العلاقة الأخوية أكثر بعد أن تسلم الدكتور نجم الدين كريم منصبه حافظا لكركوك. نعيش بإخوة ومتماسكين، الكرد والتركمان والعرب في كركوك عائلة واحدة. أتمنى أن تنجح الانتخابات ونكون أكثر ترابطا ونعيش بسلام. الإشادة الواسعة بجهود الدكتور نجم الدين كريم بتكريس روح التعايش الأخوي والمحبة بين المكونات دليل لمبادئ وأفكار الدكتور نجم الدين كريم من جعل كركوك مدينة السلام والأمان. يشار خالد، فضائية كركوك.